حطيت العدسة. شوفوا البوكس هذا حق البنات اللي ما يحبون الميك اب، يحبون شيء بسيط او تتش خفيف كذي. العدسة ادكت جراي، عدسة من انستازيا مونروز، غنية عن التعريف. الحين انا بدون فلتر بس عشان بوريكم الاشياء اللي انا قاعدة استخدمها شلون قاعدة تعدل بشرتي، المسامقل، الاثار. كان عندي شوية اثار حبوب مني راحت، في نظارة ترى مو حاطة ولا شيء، قعدت من النوم غسلت وجهي، فوايد وايد والحمد لله يا رب ان بشرتي تحسنت. حتى بالماستر كلاس الكل قاعد يقول ما شاء الله البشرة تينن. اول شيء لازم ترطيب البشرة، تمام؟ تبون ترطبونها ما تبون ترطبونها، دام ان عندكم كريم الحماية، هذا البوكس بعد حق طلعت الصبح، اوكي؟ كريم الحماية هو في نسبة ترطيب عالية، بس اللي بشرتها وايد 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 جافة تخلطه مع اي كريم ترطيب قوي. حطيت هذا القلم من انستازيا، وايد احبه ولونه طبيعي يناسب كل الوان الحواجب. ترسمون، تعبون بس فراغات الشعر، بتشوفون شلون اللوك عادي وبسيط. اوكي ترسمون شعر، تسوون الحواجب طبيعية، ما يصير لوك طبيعي وحواجب عراض ولا اشياء، عادي رسمة حواجبكم الطبيعية، بس مجرد تعبئة بسيطة بس كذي. رسمت حواجبي وحطيت العدسة، الحين احط كريم الحماية مالي في نسبة تغطية بسيطة وحماية عالية من الشمس، وترطيب سوبر ترطيب. الحين حطيت كريم الحماية، كريم الحماية في تغطية خفيفة، ترى هو وايد ثقيل لا تحطون وايد، انا حطيت وايد ما ادري ليش والله. شوفوا شوفوا التغطية اللي فيه، شوفوا شحلاته بدون فلتر، كأني حاطة فونديشن خفيف او بيبي كريم، يهبل يهبل. المهم الحين يانج بلاد اللون البيج على اصفر، احط بس تحت عيني او اللي تبي تحط على كل وجهها يصير، بس انا لا ما ابي احط، بس احط تحت عيني. خدود بنت ترامب، نسوي خدعوكا، خدعوكا. خدودي من الله، انا كيفي انا كيفي والله العظيم اني انا فنانة والله. مضبطتكم صح؟ شوفوا تروحون الدوام لخدود وردية، زين تقولون والله احنا كذي. شنو هذا الابداع؟ شنو هذا؟ شوفوا الشفايف اي لون، شوفوا الخدود. شكرا حبيبتي. الحين موجودين بالبوكس بعد رموش خلودي الصغيرة، وهم يعتبرون من أحلى الرموش اللي أنا منزلتهم، الكل يحبهم الكل يمدحهم، استخدام يومي وشعر المينك هير طبيعي، تستخدمونها أكثر من 20 مرة عادي. شوفوا القصة خطيرة، هذه القصة حق كل يوم كل يوم، ما حد راح يقول أوفر، ما حد راح يقول ما ادري شنو، ترى بدون فلتر. ها كريم حماية وتغطية شوية تحت عيني بالكومباكت باودر والتنت. هذولي هم رموش خلودي الصغيرة، شوفوا من على الجنب 3D. مسكرة بورجوا حق اللي ما تبي تركب رموش، هم حطيتها في البوكس.
انا بحطها قبل ما احط الرموش. بس عشان بوريكم ان تقدرون ما تركبون رموش بعد المسكرة هذه تينن. تنطرون شوية ينشفون بعدين تحطون طبقة ثانية يصيرون بوف. خنثوي. الحين بركب الرموش. صعب حيل سهل ترى والله، لانهم خفاف، لانهم مرتبين، لان اللاين اللي ماسك فيه الرموش خفيف مو ثقيل ولا بلاستيك، عشان كذي الرموش بسرعة يثبتون وما يعورون العين ولا العين تدمع. الحين شنو باقي؟ شوفوا شنو راح احط هني. حلوة الإضاءة حق التشي طلعة الصبح، هذه الإضاءة من ذا بالم، الإضاءة تينن، إضاءة الطيبين، قبل ما في أحد ما يستخدمها وما زلنا نستخدمها. تقدرون تحطون شوية تحت الحاجب عشان شي يسوي روح بالوجه. الحين اللي تكبر الشفايف وتعبي خطوط الشفايف اخر شيء. هذا تحطونه بجنطتكم حق الدوام، حق كل شيء، تحط 24 ساعه ما ابي وخر عن جنطتكم. مو بس كذي، حتى حق فروه الراس، حق اطراف الشعر، والله عجيب عجيب، في حمايه قويه. اللي تحطونه بالجنطه شيئين، حق الدوام او حق الجامعه، الجلوز والماي، ماي الحماية، تخلونه في الجنطة. هذه تتم معاكم عادي 5 ساعات 6 ساعات، بس لو كليته وشي مسحته وغسلت ويهكم ردوا حطوا خلوها معاكم بالجنطة. مش حياتها. كل الأشياء اللي استخدمتها موجودة في البوكس. لنفرض ما تبين تشتري البوكس، تبين بس كم شغلة من البوكس موجودين بروحهم في بوتيكيتي. واللي تحتاج حمرة أنصحها والله وبقوة، يهبلون وثابتين. بحط لكم بعد رقمهم في بوتيكيتي. والحين بسوي لكم تغطية بسيطة على رموشي وأنواع اللي أنا منزلتها وتناسب أي عين. راح أوريكم الحين كل أنواع الرموش اللي عندي في. شوفوا البلوز إيش حالاته، اول ما تحطونه راح تحسون شيء كنا شيء يقزقز، او كنا علش بوسهم حاطه عش فايف كذي. وايد وايد حلو.